كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. واليوم هو في إطار تحضير البطولة يعني الوطنية، فيعني المتألقين اللي دابا يعني دابا ياخذوا لي بروميير كلا البروميير بلاس هما اللي دابا يكونوا كاليفي بيان سور لو شامبيونا ناسيونال. والحمد لله كل شيء يعني مر في اجواء يعني احتفاليه، والاهم من هذا بان يعني لو ستاف كامل هو ستاف من الجهه يعني من العصبه ديالنا يعني بالحكام ديالها باللي كوميسير دو تابل يعني لو ستاف كامل هو من العصبه. وهذه كذلك هي فرصه كذلك باش نشوفوا لو نيفو ديال لي كلوب ديالنا، والحمد لله حنا يعني اوني تري ساتيسفي يعني من لو روندمون اللي كاين بور لانستان. الحمد لله كلشي بخير، وفي نفس يعني تنبغي نشكر يعني الجهود اللي تيقوم بها رئيس الجامعه الملكيه الوطنيه للجوجوتسو سي كريم البلاق، وكذلك يعني المكتب الاداري كله يعني كلا باسمه يعني بالدور ديالهم الكبير معنا وبالمجهودات التي يقوموا بها لا في اطار يعني التاطير لا المواكبه وكذلك الدعم. شكرا. معكم ادريسي اسماعيل عادي، عضو المكتب المديري ديال الجامعه المكتبيه المغربيه للجوجوتسو. هذه الليله عندنا احتفال ديال البطوله الجهويه لعصبه الرباط سهل القنيطره. البطوله تدوز في اجواء جيده الحمد لله. السيمانه اللي فات دوزنا البطوله ديال الشبان، واليوم ديال الكبار، وراه كلشي دايز في اجواء مزيانه. هناك احتكاك ديال الابطال بعضياتهم اللي يشاركوا بهذا المؤهلين اللي يشاركوا في البطوله الوطنيه اللي غادي تقام نهار 30 ابريل ان شاء الله هنا بهذه القاعه ان شاء الله نيت الفسلة ديال حي شمعو. وكان التنظيم ديال رئيسه العصبه الاخت امامه شوقي والاخوان ديال العصبه اللي بذلوا واحد المجهود كبير باش تدوز هذه البطوله في اجواء جيده وفي نشاط رمضاني مزيان. والحمد لله راه كلشي دايز بخير، وهذا هو ما تنتمناو باش نزيدو برياضه الجوجوتسو في احسن الاحوال. وشكرا. المستوى ديال المشاركين مزيان الحمد لله، تنترجاو بزاف، مي هذه البدايه بان حيت الجامعه ديالنا جامعه فتيه اللي تاسست في 2017، والحمد لله راه غاديين في واحد المسار مزيان، وراه حتى المستوى عام على عام تيتزاد وتيرتفع. والمشاركين الذي تاهلوا في هذه البطوله الجهويه اللي يزيدوا البطوله الوطنيه يزيد يكون احتكاك اكثر.